ازيكم حبايب قلبي؟ زيزي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض فطار جديد، كل يوم هبهركم احلى فطار. كل يوم عندك الافكار بتاعه الفطار الجديد موجوده عندنا على قناه الشاشه فود من مطبخ زيزي على قد ايدي، ورمضانك احلى مع زيزي، ويلا بينا ابهركم باحلى فطار مع زيزي. ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي الحلقه غير عاديه، الحلقه النهارده حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم. النهارده الحلقه بتاعتنا ماما فيها، ماما النهارده هتعمل لي بقى اكل، تمام؟ هتعمل لنا سلطه النهارده. اول حاجه هنبتدي بيها، هنبتدي بالسلطه الجديده اللي هي هتعملها لنا دي، هتعمل لكم سلطه بابا غنوج بس بطريقه جديده، تمام؟ احنا متعودين عليها مشويه، تعالوا بقى نشوف ماما هتعمل لنا ايه. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله يا بنتي، منوره. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم حبايبي، وحشني. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يعيد عليكم وعلى اولادكم بخير يا رب دايما، والسنه الجايه كده تنولوا مبالكم لاولادكم بخير، وامه محمد وعلى الدنيا كلها يا رب بخير يا رب، ويكفينا شر المستخبي احنا وانتوا واولادكم، يخليهم لكم وينجحهم لكم ويدوم علينا وعليكم بخير الايام يا رب. كل سنه وانتوا طيبين يا رب، ورمضان كريم، واحلى من ايام رمضان مفيش. هتعملي لنا ايه بقى النهارده؟ بصوا بصوا حبايبي، دي بتنجان رومي ودي فلفلايه حمراء رومي مش حراقه، اهي بصوا مش حراقه، عايزين يحطوا حراق حطوا. ليه بقى الحمرة ديت؟ هقول لكم بقى ميزتها ايه. ديت هتعملي لنا ايه؟ هتعمل بابا غنوج بس مسلوق، مش مشوي. اللي مش بيعرف يشوي اهو بسرعه بسرعه هيسلقها في ثواني. بس اهم حاجه ميزه في البابا غنوج دوت هي الطحينه بتاعته تكون ايه؟ كتير جدا. طيب احنا دلوقتي هنقشر البتنجان ولا بنسلقه بقشره؟ لا 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 لا، هيتقشر كله للاخر خالص، ما خليش فيه اي حاجه خالص. اهو بصوا هقشره خالص، واقشر البصل كمان اهوت كله هقشره واوريه لكم، والفلفل اهو بصوا، انا عشان انا اكمل عشان ما اطولش عليكم. بصوا كل حاجه بتتنضف وتتوضب وتتقطع صغير وتعلق على النار. ماشي، هنجي لكم بقى بعد ما نوضب ونوريكم الشكل اللي احنا باذن الله مشيئة ربنا. استنونا باذن الله. اهو ماما بقى قطعت لكم البتنجان، هقول لكم بقى هي حطت. بصوا حبايب قلبي، ده البتنجان وده الفلفل الالوان الاحمر اللي هو البارد، ودي البصلايه اللي انا وريتها لكم. انا بقى زودت فصين توم بس اهو. بصوا كل ده هيتسلق مع بعض. بص بقى انا مش عايزه ميه كتير، بصي دي كوبايه ميه، بصوا لسه كمان هشوفها، لا دي كمان كتير، انا عايزه حبه ميه لان هو البتنجان اصلا بينزل ميه. فانا عايزاها تشربهم بس، عشان يعني عليهم ربع كوبايه ميه على نص كيلو بتنجان. ما تخليش ميه كتير، اهم حاجه، وتوطي عليه النار الهاديه بس اول ما يغلي، يغلي غلوه وتوطي عليه الميه، الميه حبه صغيرين، تمام؟ مفيش اي حاجه بيتحط ما تزوديش، ما يخليه هو هيبص تلاقيه حن كده ونزل وما بقاش فيه ايه ميه، وبقى حبه صغيرين. لكن ميه كل ما هتحطي ميه فيه كتير هيبك وهيضيع فايدته كلها، مش هيبقى ليه فايده. انا عايزاه اجي اضربه في الخلاط ما يبقاش فيه ايه ميه خالص، بقى ميته منه فيه. مش هنسلقه بقى ونرجع لكم نشوف هنعمل بقى التتبيله بتاعته الحلوه ازاي من ايد ماما. تعالوا بقى نشوف كده هنعمل مع بعض الرز البسمتي، بس النهارده بقى الرز البسمتي ماما اللي هتعمله لكم. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبايب قلبي. تعملي لنا بقى رز بسمتي بقى، ايه اخباره النهارده؟ هنعمله كده بشويه لحمه مفرومه صغيره الموجود عندك. عندك لحمه مفرومه اعملي، عندك كبد وقونس اعملي، الموجود عندك في البيت اعملي، لو عندك كام حته فراخ بقى اي حاجه موجوده عندك اعمليها. كل حاجه بتتقضي وبتتعمل يا اولاد، مش قولي لهم مفيش. قولي لهم بقى ماما المقادير. هقول لكم المقادير. بصوا بقى ده ايه؟ دي بصلايه وحته سمنه وحبه زيت. بصوا بقى هي حاطه بصلايه كبيره ليه؟ علشان اللحمه، وريهم اللحمه. اللحمه نيه اهي، لو عندي لحمه معصجه مش ما كانتش هتحط البصل ده كله، تمام؟ فعشان كده هتعصج يعتبر اللحمه قبل ما تنزل بالرز. هحط بقى مع اللحمه ايه؟ بصوا فلفلايه حمراء، فلفلايه حمراء، دي فلفلايه رومي صح؟ وجزرايه وفلفلايه خضراء وحبه توم صغيرين. ماشي، لو حابه تحطي الفلفل الحامي ده، الفلفل الرومي ده حامي ماشي، لو حابه تحطي بارد زي ما تحبي حسب راحتك. بصوا بقى هحط شويه زبيب كده اهو، بصوا اهو دول برضه هتحطيهم معايا عشان ينفش. ايوه عليكي نور، لان لو انا عندي شويه مكسرات ولا حاجه مش هحطهم دلوقتي، هحطهم اما يقرب الرز ايه خلاص بقى، لما نيجي نغرف نزوق بيه فوق الوش. بصوا بقى اللي انا بقول عليه دوت توابل بقى بتاعتنا ايه اللي هنحطها؟ ثواني ثواني عليا. بصي ده ملح، سكر، كمون،
لا دي بهارات، انتي وريني نسيتي. فين الكمون؟ اه دي بهارات، فلفل اسود، دي بودرة الزعفران اللي بتخلي اللون اللي انتي بتجيبيه من بره، وده الحبهان على ورق الراورة، مطحونين، وده كزبرة، سنة وطبعا صغيرة. اما يجي اما بعد تحمر هحط حبة حبة حتة مستكة في قلب البصلاية. تمام. بصوا بقى الرز ده بقى يا حبايبي، يمشي رز بسمتي ويمشي رز عادي مصري. اللي موجود عندك في البيت مشي حالك، ما توقفيش او تقولي لا لازم الرز بسمتي، لا الموجود مشي كله هيمشي. الاثنين هيبقى اسمه رز بالخلطة. بس الرز البسمتي بيعوز ميه زياده بس. وانت يا حبيبتي شاطره وبتعملي كل حاجه. والرز البسمتي يا جماعه بيتغسل زي الرز المصري، ما بيتحطش من لا 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 لازم تغسليه كويس عشان ده كمان في بيتنقع يعني قبلها بشوية. يتغسل عادي يعني يتعاملوا معاك زي الرز المصري عادي. وطول ما انت واقفه كده يا حبيبتي كده اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انت في العشر ايام الاخرانيين مش اهم حاجه الاكل، اهم حاجه ان انت تذكري ربنا وكل حاجه بتتقضي يا بنتي. رمضان كريم، رمضان ماشي، احلى ايام احلى ايام يعودها على امه المسلمين بخير يا رب العالمين. خلاص يا ده دلوقتي بقى ايه كله بقى يغني بقى ايه، تمم بدري بدري والله بيبقى الواحد والايام زعلان تجري. والله بيبقى الواحد يا ريت ايامنا كلها رمضان بس بالاعمال الحلوه كلها والخير خير. والكلمه الحلوه بس ايه رايكم النهارده المطبخ بقى كده فيه بهجه صح؟ ايه رايكم عشان ماما منورانا النهارده. الله يكرمك يا بنتي والله ربنا عالم بقى بكل بعباده. الحمد لله رمضان كريم. الحمد لله الله اكرم الله اكرم علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله، ويحفظكم ويحفظ اولادكم يا رب. وكل ما انت واقفه كده اقري قران، اي حاجه تعرفي تقراها اقراها في سرك، اي حاجه يبقى ربنا معاكي في كل حاجه يا حبيبتي. وحدي الله ولا اله الا الله والله اكبر، اذكري الله، قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم كما صليت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سمي بسم الله. تعالوا بقى البصلايه دبلت مش احمرت، دبلت بس عشان تاخد مع اللحمه ايه. اهي ماما نزلت بقى باللحمه المفرومه اهي. طبعا الجو حر، اللحمه سره دمها خالص، الجو نار، ربنا يرحمنا برحمته يا رب يا رب يا رب. اللهم اكفينا شر عذاب القبر واجرنا من النار يا رب. توصيتي اليكم دايما تقولوها في شهاده من اللي انتوا بتقولوها في اخر الصلاه، ان الايام دي صعب قوي وحر قوي، ربنا يرحمنا برحمته يا اولاد. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا بقى نطلع انا وانت بقى عمره، ايه رايك؟ يا رب يا بنتي ايه رايك بس ما تروحيش من ورايا. ما اعرفش يا بنتي روحي معايا. طب انا مش ذمتك، مش انا اللي قايله لك. لا انت روحتي قبل كده من ورايا عشان انت كنتي قاعده باخواتك. لا نروح انا وانت. ما اعرفش امشي خطوه من غير ايه رايك نروح انا وانت. انت اللي هتبقي بس، ويا رب كل مشتاق وكل محتاجه وادعوا لنا نطلع انا ويا رب، عشان هي اللي هتشيلني وتحطني هتزقني بكرسي مش هقدر امشي ولا اروح ولا اجي. ويديها العافيه ويدي لها اولادها ويهدي لكم اولادكم يا رب يا رب، بحق كلمه لا اله الا الله، ويرزقنا بيها يا رب يا رب من عندنا يا رب. والله فعلا دي بقى السفريه اللي الواحد نفسه فيها يا رب. الطياره لو ليا عمر لو ليا عمر قبل ما اخد الكارت الاحمر. ربنا يديك الصحه والعافيه. الحمد لله. هتعملي لنا ايه في العيد؟ ما عندكيش عيد ولا ايه؟ العيد انتوا انتوا عندي عيد. ايوه مش هتعملي لنا حاجه في العيد يعني؟ اعملي لنا حاجه في العيد عشان اجي اصور من عندي. ما انت خلاص ما انت اللي هتسيبي تصوري انا وانت بس. بصوا استنونا بقى على اليوتيوب ماشي، هنعمل بقى انا وماما بس بقى وهنظبط الدنيا، مالكوش دعوه بقى بالتلفزيون والكلام ده كله. تعالوا بقى على اليوتيوب بقى هنشوف بقى، بس عايزين بقى هنعمل انا وهي يوميات. استنونا يوميات ماما وجيجي. كله باذن الله يا بنتي ان شاء الله كله باذن الله. بس انا مش عايزه اللحمه تحمر عشان ايه تاخد من هنا شويه تاخد بقى طعم. بصوا يا حبايبي هتنزل بقى بالفلفل صدقوني. هي يا جيجي بتقول لكم ايه، هبهركم واجننكم. هبهركم يعني هبهركم. لا انا بقى هعلمكم يعني هعلمكم، انتوا مفيش اشطر منكم يا حبايبي ولا في احلى من ايديكم. اعملي بوظي مش اشكال. مش اشكال ايه؟ لا تبوظ وهتعمل احلى. انت تبوظ ايه الراجل قتلها. لا 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 يا بنتي اللي تعمليه وحش يا بنتي ما ترميش حاجه يطلع. لا ما ترميش، كليه انت بايظي كليه انت. كل البايظ كلي يا حبيبي مش من ايديكي، هيبقى عسل وسكر، هيبقى عسل وسكر وهتبقي ايه. قولي له ايه، قولي له ايه بقى، قولي له نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 ايه بس. هي هتبقى نمبر 1 باذن الله. او نمبر 1 جربي طفي حاجات قليله والنبي الاحسن. طب ما احنا عاملين قليله اهو، الراجل يقول لك ضيعت مصروف البيت. لا 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 خليها على الله، بس هتبقي 100 100
هتبقي 100 100 بايديكي احنا بقى نفسي. هندبل الحاجات دي صح؟ هندبلها. بصي بقى اللي هيخليها كمان تتدبل الايه؟ التوابل. شوية التوابل بيعملوا لها ايه؟ بصي بصي اهو اهو كده. وهننزل الرز ياخد بقى طعم الحاجات دي. ايوه صح كده. وهحط حبه الزبيب هنا. تمام. بصوا ليه، بصوا اصلا الالوان بقت حلوه ازاي، شايفين شكل الالوان؟ صلي على النبي. بصي نفسي كده، ده احنا حتى بذكر الله بقت الحاجه طعمها ايه. اكيد طبعا حلوه. اكيد والله يا اولاد، صدقوني صدقوا امكم. وعايزين لايكايت كده بقى منكم كده، وعايزين منكم بقى ايه بقى؟ لايكايت. ايه لايكايت؟ معلش امهم بقى، اسكتوا الزهايمر يا عيال، عامل معايا عمايل من كتر الادويه بقى. يا دي النيله، اسكتوا بقى، ربنا يكفيكم شر المرض يا رب يا رب. معلش يا حبايب قلبي، هم عذرين امهم. انت مالك، انت بتتحشري معايا معلش معلش. هم حبايب قلبي، جمهورك انا غلطان، ده هم اولادي. ماشي امسكي بقى تتلسعي ولا حاجه. انا عارفه يا اختي يا ده. ماشي يا ماما ماشي. انا عارفه تبقى تجيبي تعالي اضربها يعني، ولا اعمل فيها ايه يا عيال؟ ماشي ماشي. ها وانا مش قادره اقف وموقفاني. انا عايزاكي تعملي رز عادي، رز بسمتي اللي عندك في البيت اعمليه. بصي الطبق ده بتجيبيه من بره بكام بذمتك؟ لا ومش بالطعم ده ومش بالجوده دي، ده بصي اللون، اللون حلو ازاي. عندك شو عندك شويه رز دلوقتي كده في البيت عاديين، قومي اعمليهم باي حاجه هيطلع زي الفل. حته فرخه كده صغننه عندك، اي حاجه موجوده عندك، وقعدي كده جنبها 5 دقايق كده بس، اقفي كده واعمليها كده بنفس اللي انا بعمله ده كده. بصي بتعمل ايه، هي بتشرب الرز في السوائل اللي هي اللي علشان الرزايه تشرب، تاخد ويبقى ليها طعم ويبقى ليها كده شمخه. بصي يا حبايب قلبي اهي، بصوا اللهم صل على النبي، بصوا اهي بصوا اهي. طب انت بقى مش كنا من اول رمضان كده صورنا مع بعض وعملنا شو؟ اسكتي بقى، جايه تعملي الشو في اخر رمضان؟ انت عارفه الناس هيجي اقول لهم ايه؟ اقول لهم انا كان فيا ايه بقى؟ ما ينفعش. معلش الحمد لله. ما ينفعش يا حبيبتي، هتعملي لنا حلو بقى وعصير وسحور ولا ايه؟ انا قولي لي عودي بقى وانا اشتغل شويه. لا كتر خيرك، انا اللي عايزه اقعد دلوقتي. اعملي لهم حاجات كده، انت هتحنسيهم. ده انت يا حبيبتي تعبتي طول الشهر معاهم في الشاشه فوق. لا والله، والله يا بنتي على حساب صحتك وعلى حساب أنا يعني والله، انا عشان الناس دي انا بحبها جدا. والله انا مش بقول لكم عشان حاجه، هي تعبت جامد، وعلى حساب صحته وعلى حساب بيته وعلى حساب ولادها جامد جامد، بس عشان خاطر عيونكم انتوا. بجد الناس اللي بتجيلي على اليوتيوب وبتقولي كلمه حلوه دي، الكلام ده انا بقراه قلبي ده بيفرح عندي بالدنيا كلها. وبعدين هقول لكم على هقول لكم، استني يا بنت اما اقول لهم عصير بتنسين. يا لهوي، بصوا يا عيال حتى لو ولادكم لسه صغير، يا بختي اللي امه تدعي له مش اللي امه تديله. ايوه صح، عارفين ليه؟ الدعوه دي كنز، حب الناس نعمه وكنز والله يا ولاد. يا فرحتي يا ابني يبقى واقف جنبه ولا بنتي، خدي يا بنتي الفلوس دي. طيب ما دعت لهاش ليه دعوه كنز بقى؟ عشان انت رايحه وهم جايين. ايه دي اللي بتفتح الابواب وهي بتيسر الطريق والله. قبل ما بدعيها ليا بدعيها لهم وبدعيها لامه محمد. ربنا يخليكي لينا يا رب يا رب، يحبب فيهم خلقه ويهديهم هم واللي زيهم، ويهدوكم معاهم ويهدوكم ولادكم ويرزقكم يا رب. انزلك بقى بالميه عشان يلا حبيبه قلبي. يلا حبيبتي اللهم صل. تعالي انت بقى قلبي عشان تشوفي عايزه ميه قد ايه. خلي بالك الرز ده بياخد ميه. استني 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 عشان نشوف المعيار. استني كده، لو هتعملي الرز بتاعنا العادي تمام صح؟ تمام كده اهو. بصي اهو عشان ما يعجنش منها، اللي هو يبقى بشبر واحد بس من اهو الصبار. ما هو بصي اهي اهي تمام. احنا بقى هنضطر ايه؟ نزود شويه عشان ده بيشرب ميه. تمام حبه كمان حبه، لما نعوز بقى ندي عشان هو هو هياخد. بصي هو هياخد بس خليه بقى يغلي، وبعد ما يغلي نوطي عليه. تمام لازم تكتمي الحله اهي. تمام كده اهو، هنسويه وبعد كده اما نيجي نغرفه هنوديه لكم لحد عندكم. تسلم ايديكي. هنغرفه معاكم وهنشوي كمان الحاجه واللي يعمله، ونعمل الاكل اللي يعمله ويدوق طعمه ويدعي لنا دعوه كده يرزقنا بزياره النبي محمد يا رب ان شاء الله باذن الله. وانتوا يا رب ان شاء الله باذن الله. استنوا هنعمل بابا غنوج، انتوا رايحين فين؟ استنونا. رجعنا لكم تاني. هنعمل بقى البابا غنوج اهو المسلوق اللي ماما هتعمله معاكم ده. بصوا انا خليت حبه الميه، ما خليتش فيه ميه. بصي هي نقطه بس صغننه عشان اما الفه في الخلاط اهي، شرب الميه خالص. ما زودتش تاني. بصي لونه حلو برده، ما غمقش معاكي ولا حاجه. تعالوا بقى نشوف هتعمل لنا السلطه بتاعتنا. بصي دي طحينه بابا غنوج، دي طحينه خام سك. تمام ودي حته تومه كده بفلفل اخضر. تمام يعني بصي النص كيلو عليه بتاع نص كوبايه طحينه، ولو عايز تحطي معاها زبادي حطي. تمام بس ايه حسب امكان حسب ما عندك. مش ده توم هرسه توم يعني، عايزه تحطي حطي براحتك. لو حبه مش حبه بلاش. تمام
معانا بقى التوابل، قولي يا ماما التوابل. كمون وكزبره وملح ونقطه سكر. ماشي تمام. معانا كزبره اسمها ايه دي، بقدونس، صح كده؟ هنعمل بقى ايه؟ هنفضي. بصوا بس عايزه اقول لكم على معلومه صغيره، دي الطحينه دي عايزه تكتري اكتر من كده كتري براحتك، عايزه تحطي معاها زبادي حطي، ماشي دي حسب راحتك انت، ده مش مشوي ده مسلوق. تمام صح؟ فالمسلوق دوت هوريكم الوقت هضربه في الخلاط واوريكم ازاي بيتعمل. طب مش نضربه بالطحينه؟ كله. طب يلا نحط بس ما عدا البقدونس. ماشي يلا. البقدونس ده فوق الوش. بصوا حطينا الطحينه اهي، وحطيت ماما الهريسه اللي كنا عاملينها والملح والكمون كل التوابل. والطحينه يعني اصلا فيها زيت. وهتحط كمان نسينا نقول حبه خل. نقطه صغيره. حبه خل كده صغيره. هنا؟ هنا؟ عشان الطحينه. هتحطي هنا كمان حبه؟ تمام. هنضربهم بقى في الخلاط ونرجع لكم بقى نشوف عشان ما نزعجكوش بصوت الخلاط. استنوا. بصوا انا بخليها يشرب ازاي في الحاجة عشان تولع عليها. هنضربها ونرجع. يلا تعالوا بقى شوفوا البابا غنوجة اهو بعد ما اتهرس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في كل حاجة. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا الفلفل الاحمر مخليش شكله، انا بقى قلت عايزين تعرفوا الفلفلية الحمراء ليه. لو عايزة كمان تزودي فلفل احمر تاني اللي هو الرومي اللي مش حراق، هيديكي لونه احلى وهيبقى طعمه. بصي اشتغلي لي بقى المشوي اهي، بصي بقى طعمه مش قادره. هنجرب المسلوق ده ونقول لكم رايكم ان رايي ايه. الصلاه على النبي ان شاء الله. بصوا بقى شويه زيت كده بقى فوق الوش كده صغيرين حسب راحتكم، اللي كمان لو في بقى زبادي، زبادي فيه كمان كان هيبقى احلى واجمل. وشويه بقى بقدونس كده فوق الوش كده. تمام بألف هنا. ولو تحبي بقى رشه شطه كده تمام، ما تحبيش خلاص. فده كده بقى كان معانا سلطه البابا غنوج المسلوقه من ماما حصري النهارده على قناه الشاشه فود. وجربوا وهنجربها بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالوا بقى نكمل بقيه الحلقه بتاعتنا عشان في الاخر هنقدم وهنشوف الدنيا فيها ايه. هبتدي دلوقتي ان انا هشوي الفراخ اللي احنا تبلناها مع بعض، وكمان الكفته صبعتها بس طالعه من الثلاجه تصبعيها على طول. هنشويها الطريقه اللي انا وريتها لكم قبل كده، وبعد كده هنقدم مع بعض السفره ونشوف السفره بتاعتنا بعد ما تخلص ان شاء الله. استنونا. تعالوا بقى علشان خاطر عايزه اوريكم بقى الكفته اللي طلبت مني كتير، اللي هي كفته الحاتي، ازاي بنعملها في البيت. تمام. انا عملتها كتير في فيديوهات كتير، بس النهارده هعملها لكم. النهارده مش هنعملها اقتصاديه، انا عملت الاقتصاديه اللي هي بالبرغل، هنعملها اللي هي باللحمه، وازاي تطلع معاكي زي بره واحلى كمان. معايا المقادير الاول، المقادير بتاعتي هتكون ايه؟ معايا هنا اهو، ده نص كيلو لحمه مفرومه، انا فكنت فرماها خشن. تمام. انت لو عندك ناعم مفيش مشكله، كده كده انا هحطها في الكبه تاني. معايا ده ربع كيلو من الدوش. الدوش ده يا جماعه مش دهنه، ماشي؟ او الدهنه بتجل يعني بتعمل جليطه في البق، ماشي؟ انما الدوش ده زيه زي اللحمه بالظبط، بيبقى حتت باللحمه كده اهو، بس بيدي طعم مميز جدا وبيقفش معاكي الكفته قفشه حلوه قوي. تمام. معايا كمان بصلايه صغيره بس واخده منها التفل، بس الميه كلها عصرتها من، هاخد التفل بس بتاع البصلايه. معايا كمان ملح، فلفل اسود حبهان على ورق روري مطحونين بس، مش اكتر ولا اقل، ما بيتحطلهاش توابل كتير. هي دي التوابل بتاعت كفته الحاتي بتاعتنا. كل الحكايه بقى الاقتصاديه بتزيد عندي في حاجه واحده بس، بناخد نص كوبايه برغل منقوعه لمده 10 دقائق كده اهو في ميه سخنه، نصفيها كويس جدا، وبعد كده نشتغل بيها على الكفته بتاعتنا. بتزود معايا الكمية. هنبتدي بقى نشتغل كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. معايا اللحمة اهي، وادي الدوش، وادي البصلاية، الفلفل الاسود والملح والحبهان على ورق الروي، مش اكتر عشان ما نضيعش الطعم بتاعها. هبتدي بقى ان انا اقلبها كده كويس قوي قوي، وبعدين هروح اضربها في الكبه علشان تبقى ناعمه معايا. لو انت بتحبي الكفته خشنه ماشي، بس دي خشنه قوي فلازم تنعم شويه. هروح بقى ان انا اضربها في الكبه، وبعد كده هرجع لكم تاني. ادي الكفته اهي بعد ما نعمتها قوي قوي في الكبه زي ما انت شايفه كده اهو، بقت معايا زي الفل اهي،
تمام مظبوطه جدا زي بتاعت الحاتي بالظبط. هبتدي بقى ان انا احطها في التلاجة ترتاح شويه مكان الضرب اللي اتضربته ده، وبعد كده اطلعها وهي ساقعه واصبعها واشويها على طول. انا وريتكم قبل كده طريقه الشوي ازاي، ان احنا بنجيب اللي هي الشبكه ونحط تحتها الصينيه، شبكه الفرن، ونحط تحتها الصينيه ونبتدي ان احنا نحط الكفته بتاعتنا. بس تحطي في الصينيه شويه ميه عشان الكفته تفضل طريه ما تنشفش معاكي. هبتدي بقى ان انا دلوقتي ادخلها على التلاجه تسقع، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. استنوني، تعالوا بقى هنتبل مع بعض فراخ مشويه تاني، علشان الناس اللي ما شافتش الحلقه بتاعت الفراخ المشويه هوريكي ازاي التكنيك بتاع الفراخ المشويه يظبط معاكي من اول مره. تمام، تعالوا بقى نشوف كده معانا بنفس الطعم بتاع بره. معايا هنا انا هعمل فرختين تمام مشويين، هوريكي ازاي. بصي معايا هنا بصلتين مبشورين ناعم او ضربهم في الكبه، دول بصلتين كبار بالشكل ده. معايا ثلاث طماطمات كبار مبشورين برضو ناعم بالشكل ده. تمام، معايا بقى هنا ايه التوابل بتاعتي، معايا ملح، معايا حبهان على ورق روري مطحونين ناعم، معايا حبه سكر صغيرين نص معلقه صغيره عشان تفتح معايا الانسجه، معايا كمان معلقه فلفل اسود، معايا دي بقى نص معلقه سماق. تمام، السماق ده بقى بيديني مزازه ولون حلو الاتنين مع بعض. تمام، ومعايا خل. ادي الحاجات بتاعتنا، تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. معايا كده البوله بتاعتي، هبتدي انزل بالبصل اهو، وهنزل بالطماطم، وادي التوابل بتاعتي بالشكل ده كلها، وادي الخل اهو، معلقتين كبار من الخل. وهبتدي ان انا اعمل ايه، اشرب من البصل والطماطم دي التتبيله بتاعتي الحلوه دي. تمام كده اهو، تعالوا بقى عشان اوريكم هنحشي الفراخ بتاعتنا ازاي. بصوا بقى معايا الفراخ بتاعتي اهي، طبعا اتغسلت كويس جدا، فتحتها فتحه فراشه. يعني ايه تفتحها فتحه فراشه؟ يعني تجي من هنا من عند الظهر كده اهو، والفرخه مقفوله هنفتحها كده من عند الظهر بالشكل ده، تتفتح كده اهو فتحه فراشه بالشكل ده عشان تبقى مستويه من كل الجوانب. وهي مقفوله بتبقى ساعات نيه، بس يا ريت تجيبي فراخ صغيره زي دي، دي مش فراخ كبيره، علشان فراخ الشوي هي الفراخ الصغيره. هنبتدي بقى ان احنا ايه نحشي كده اهو، اهو التتبيله بتاعتنا على طول. تعالي بقى من هنا، بصي شايفه هنا اهو، اهو تحت الجلد هبتدي ان انا افتح كده اهو من غير ما تقطعي الجلد، وتبتدي ان انت تحشي الفرخه بتاعتك من تحت الجلد. تعالوا اوريكم كده يبقى ابسط ليكي اهو. بصي هبتدي ان انا احشي الفرخه بتاعتي كده اهو من تحت الجلد، ومن هنا من عند الوراك برضو. بصي اعمل ايه، ابتدي ان انا اخرج كده الورك، وابتدي ان انا احشي بالشكل ده كده من عند الورك كده اهو، والناحيه التانيه بصي اهو بمنتهى السهوله اهو. بصي بخرج الورك كده اهو، ومن تحت الجلد ادخل برضو التتبيله كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. تمام كده اهو، ومن فوق الوش برضو كده هعمل برضو التانيه بنفس التكنيك ده اهو. هبتدي ان انا ادخل من هنا الاول، وبعد كده اهو تعالي هنا نروح فاتحين بالشكل ده كده اهو من تحت اهو، من تحت من تحت الجلد كده اهو، ونبتدي نحشي التتبيله كده اهو معانا. وابتدي برضو اخد ايه من عند الورك كده اهو اهي، بصي بالشكل ده تمام، وابتدي احشي كده اهو. ونسيبهم على الاقل 3 ساعات في التتبيله بتاعتهم دي علشان يشربوا من التتبيله كويس قوي، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. استنوني، تعالوا بقى هعمل لكم النهارده سلطه حلوه قوي، هعمل لكم سلطه البطاطس، برده بتمشي قوي مع المشويات يا جماعه، هنعملها بتكنيك المحلات بالظبط. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه. معايا حله علشان هسلق فيها البطاطس، بس لما انا هسلق بقى البطاطس بصي انا هسلق البطاطس هقطعها كده اهو مربعات
بس انا عايزاها تستوي نص سوا، مش عايزاها تستوي سوا كامل، عشان لسه هتكمل الطعم بتاعها والتسوية بتاعتها في التتبيلة. تمام، يعني انا عايزاها مش مهرية تتكسر معايا، لا اعرف اخد منها بالشوكة واكل. تمام، فانا عايزاها تبقى نص سوا. هبتدي بقى ان انا ايه اسلقها نص سوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، مربعات كده اهو. هقطع الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. تمام اهي، يعني ده كده انسب حاجة. لو عايزه تقطعي اكبر من كده تمام، عايزه تقطعي اصغر من كده برضو مفيش مشكلة. بس واحنا بنسلقها بقى في حاجة عايزه اوريها لكم، هخلص الكمية واوريكم هعمل ايه. تعالوا بقى، بعد ما قطعت كده البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي ان انا احط عليها مية كده اهو. البطاطس ما تغسليهاش، هي طالما مغسوله بعد القشر لما تتقطع ما تغسليهاش تاني. ليه؟ عشان تفضل محتفظه بالنشا بتاعتها، ما تفقدهاش وتتكسر معاكي بسهوله. الابيض ده دي النشا بتاعت البطاطس، احنا غسلنا الغلاف من بره، اللي جوه ده الفايده كلها بتاعت البطاطس. يا جماعه بلاش ايه يعني نرميها. في ناس بتقعد تغسل البطاطس كتير 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 كتير، ده مش صح يعني. تعالوا بقى نشوف كمان هنحط ايه. هحط حبة ملح صغيرة كده اهو، وهحط حاجة بسيطة جدا جدا يعني، يدوب كده يعني ايه، بصي على طرف المعلقة حاجة بسيطة من بودرة الزعفران الصفرة دي. تمام اهي، هتديني اللون اللي هو بتاع المحلات بره. بس مش هنسلقها قوي، هنسلقها نص سوا ونرجع تاني نشوف بقى التتبيله المميزه اللي هي بتاعت المحلات وبتاعت المطاعم الكبيره. هسلقها نص سلقه ونرجع مع بعض تاني. تعالوا بقى علشان نعمل مع بعض السلطه بتاعت البطاطس، هتعجبكم قوي النهارده. ادي البطاطس بتاعتنا اهي بعد ما اتسلقت، عايزاها نص سوا مش عايزاها دايبه خالص علشان تتحمل معايا التتبيله. بصي اللون بتاعها بقى جميل ازاي، تعالي بقى نشوف هنحط عليها ايه. بصي معايا حبه بقدونس صغيرين كده اهو، معايا حبه فلفل احمر رومي بالشكل ده، لو تحبي تحطي فلفل حامي اخضر ماشي، فلفل بارد رومي مفيش مشكله. عايزه تحطي طماطمايه بس تبقى ناشفه قوي ما فيهاش ميه. ومعايا جزر، بصي نص جزرايه كده اهو مبشوره بس على الناعم جدا جدا جدا. عايزه اقول لك طبق سلطه روعه، لازم تجربيه سلطه البطاطس ده. تعالي بقى نشوف ايه التتبيله المميزه بقى بتاعتنا. معايا ليمون، ده الليمون اللي انا كنت مجففاه معاكم في الفريزر قبل ما كان يغلى بالشكل ده. هبتدي ان انا اخد حتة ليمون اقطع حتة بس عشان ايه ناخد حتة اهو. هناخد حتة ليمون بالشكل ده، طبعا هي هتسيح معايا وكله هيبقى تمام. هاخد كمان معلقة كبيرة من الخل اهي. معايا بقى التوابل بتاعتي ايه، معايا ملح اهو، معايا كمون، معايا توم بودرة، مش هحط توم صحيح خالص، توم بودرة اهو. معايا سنة شطة صغيرة دي لو تحبي يعني، ومعايا حبة كزبرة ناشفة صغيرين قوي اهو. دي كده التوابل بتاعتنا اهي، برضو وانت بتقلبي تقلبي بالراحة. وهحط حبة زيت من اللي هو زيت العباد ده كده اهو بالشكل ده. تمام، معلقة برضو كبيرة. هقلب بقى السلطه بتاعتي دي واوريكي شكلها بعد ما اقلبها، استنيني. وبكده بقى عملت طبق سلطه البطاطس الجميل ده، عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه، بجد هيعجبكم قوي قوي قوي، وبيليق جدا كمان مع المشاوي. قبل كده عملت لكم سلطه الحياتي اللي هي سلطه القوطه، وقبل كده برضو عملت لكم سلطه المشاوي اللي هي الفلفل والطماطم المشويين في الفرن، ودي برضو سلطه حلوه قوي. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. لو تحبوا بس تقطعوا عليها كده كام شريحه زيتون هتبقى احلى واحلى. تعالوا بقى نشوف هنعمل كمان رز بسملتي جنب المشاوي بتاعتنا، تعالوا نشوف هنعمله ازاي النهارده، استنوني. وادي الرز بتاعنا اهو بعد ما خلص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، هنبتدي بقى ان احنا نغرفه. انا بس قلت اول ما يخلص اوريكم شكله، وبص الالوان الجميله اللي فيه ولونه بجد بجد هيعجبكم قوي. وتسلم ايدك يا حبيبتي يا ماما، بجد بجد شكله تحفه. هنغرفه بقى مع بعض ونشوف الحاجه كلها بعد ما نغرفها.
تعالوا بقى نشوف كده الاكل بعد ما خلص بالشكل الجميل ده. الرز اهو تحفة 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 بجد بجد روعة، هيعجبكم جدا جدا. اعملوه بنفس التكنيك ده وينفع على الرز المصري. وادي الكفتة بتاعتنا بعد ما اتشوت اهي، بصوا يا جماعة ما فكتش، ما حصلش اي حاجة، متماسكة ولونها حلو جدا جدا، مستوية تمام التمام. اعملوا برضو الكفتة دي هتعجبكم قوي قوي. وعملت الفراخ اهي بالتتبيلة ومشوية مية مية، ما فيهاش اي حاجة. كل ما تبقى صغيرة كل ما هتشد معاكي اكتر في الشوي، وهتبقى اللحمة من جوه طري. عملت كمان شوية سلطة طماطم، وادي سلطة البطاطس اللي عملناها مع بعض النهاردة، وادي البابا غنوج الجميل جدا جدا اللي لونه احمر الجميل على طريقة ماما. وده بقى كان اكلنا النهاردة، ويا رب يعجبكم. من مطبخ زيزي على قد ايدي، ولو عجبكم ما تنسوش احلى لايك على اليوتيوب. من مطبخ زيزي على قد ايدي، والسلام عليكم حبايب قلبي زيزي.